السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، شكرا لرئيس الحفلة المؤقت وحكماء العادلين وأساتذة المحترمين وإخواني الأعزة. أقف أمامكم لألقي إليكم قصة عجيبة تحت الموضوع عمر رضي الله عنه قبل الإسلام. أيها المستمعون الكرام، ولد عمر رضي الله عنه في مكة المكرمة، وترعرع في كلف قبيلته بني عدي، وعاش في طفولة الحياة الفقر والعجز، وشدة الحياة وقسوتها فعمل في راعي الإبل، مما ترك أثرا كبيرا في شخصيته، فجعله أكثر مقاومة للصعاب وأشد تحملا للمسؤولية، وأبعد عن حب الراحة والترفيه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وصف شدة عيشه في مرحلة الطفولة قائلا: لقد رأيتني ورقية لنا وإنا لنرعى على أبوينا نازع النوم، فنغدو فتعطينا أمنا يمينيها بالهبيل، وضعف الحضر يصنع بطريقة تجعله قابلا للأكل، ثم تلقى علينا نقرة وهي قطعة من الثوب، فإذا أظلمت الشمس ألقيت نقبة على أختي وخرجت أتبعها عريانا ثم نرجع إليها. وقد صنعت لنا لبيد من ذلك لبيد فنتعشاها. أيها الأحباب الكرام، وفي مرحلة الشباب عاش عمر رضي الله عنه كسائر فتيان قريش يلين بالوثنية ويشرب الخمر كما يصابون، حيث إن شرب الخمر كان متأصلا في قلوب العرب في ذلك الوقت، وكان عمر من أشرافهما. فقد روي عنه أنه قال: وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية. وانتقل في هذه المرحلة من العمل بنوع الإبل إلى التجارة، واستطاع أن يجمع نفقة ضخمة. أن يجمع ثروة ضخمة. فقد روي عنه أنه قال لعياش بن أبي ربيعة: أبي ربيعة، حينما أراد الرجوع إلى مكة بعد الهجرة، والله إنك لتعلم أني من أهل قريش مالا فلا كرس مالي ولا تذهب معهما، يقصد أبا جهل والحارث بن هشام. أيها الحاضرون الكرام، أيها الحاضرون الكرام، فقالت أخته فاطمة: يا عمر، إن كان الأرض في غير دينك فلك أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال عمر: أعطوني هذا الكتاب الذي عندك فأقرأه. فقالت أخته: إنك ليس ولا مدعو إلى المظاهرون، قم فأغتسل أرضك. ففعل ذلك، ثم أخذ القرآن الكريم وأخذ يقرأه من سورة طه، فقرأ من قول الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلني على محمد. فسمع ابن الخطاب وخرج إليه فقال: أبشر يا عمر، أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فانطلق ابن الخطاب إلى دار العمر حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أيها الأحباب الكرام، فقال عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه نصر الإسلام والمسلمين. الحمد لله أكتفي بهذا ولجزائي. السلام عليكم ورحمة الله.